احنا اليوم كنتواجدوا هنا بصدد تحضير 450 قفه اللي احنا مازالين مستمرين مادام ان هذه الجائحه ديال كوفيد 19 مازال كاينه ومازال ما بغاتش تنتهي. احنا مازالين كنواصلوا المساعده ديالنا للناس اللي محتاجين المساعده، العائلات المعوزه. هذه 3 ايام قمنا بواحد البادره فرقنا فيها 300 قفه على ساكنه المدينه القديمه التابعه لعمله انفا، وشفنا بان مازال الناس محتاجين المساعده. لهذا قررنا اننا نزيدوا واحد 450 قفه اللي حضرنا دابا هذا النهار، وغادي نعاود غادي نوزعوها هذا المساء بمساعده السلطات المحليه اللي كتهيئ لنا لو تيغان فين كنفرقوا على هذه العائلات، وكتدوز العمليه في احسن الظروف. وكنتمناو اننا بهاد القفف نخفوا على هاد الاسر المعوزه ولو واحد قسط قليل، وكنحاولوا نوفروا لهم المساعدات اللازمه اللي تحتاجوها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.